قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي إن حكومة بلاده ماضية في عملها من أجل تنفيذ برامج الإصلاح الخاصة بصندوق دعم الأسعار ونظام المعاشات وترشيد النفقات العامة. يأتي كلام الخلفي في وقت يستمر فيه الجدل بشأن مطالب حزب الاستقلال بإدخال تغييرات جذرية على هيكلية الحكومة، ذلك بعد أن كان المجلس الوطني لهذا الحزب قد أوصى بالانسحاب منها. معنا من مكناس عبد المالك حزرين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المولى إسماعيل. سيد عبد المالك، يعني رغم الأزمة مع حزب الاستقلال وحميد شباط على وجه التحديد، إلا أن الحكومة تقول أنها ماضية في عملها لتنفيذ برامج الإصلاح الخاصة بصندوق دعم الأسعار ونظام المعاشات وغيرها، كيف ترى هذه الخطوة؟ هذا شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد هذا شيء طبيعي لأن هذا عمل حكومي، وعلينا أن نميز بين العمل الحكومي والصراعات الحزبية الضيقة والصراعات النقابية. هذا عمل هناك انتظارات، والحكومة مسؤولة أمام صناديق الاقتراع وليس مسؤولة أمام المكونات التي الأغلبية. لا بد أن الحكومة أن لها ممارسة حكومية، وتعلمون على أن الممارسة الحكومية لها تخضع إلى أسس دستورية وسياسية، فلا بد للعمل أن تستمر ما دام أن هذا الانسحاب لم يكتمل. ننتظر قدوم رجوع الملك للحسم في الموضوع ولنعرف ما هي السيناريوهات، سواء لهذا الانسحاب، هل خروج، هل شكل حكومة جديدة، هل ملتمس رقابة، هل لا نعرف شيئا لحد الساعة. كل ما هنالك الحكومة ملزمة دستوريا بالاستمرار في عملها الحكومي. لكن ماذا عن موقف حزب الاستقلال وحميد شباط على وجه التحديد؟ كيف يؤثر على عمل الحكومة وتنفيذ هذه القرارات أو البرامج الإصلاحية؟ فكما تعلمون هذه أسبوعين هناك أزمة، ولا أعتقد أنه بعض الملاحظين يقول أن هناك أزمة، بل أنا أعتقدها بعد الهزة سيكولوجية بين مكونات هذه المكونات الأغلبية. ولا شك أن حميد شباط كما تعلمون أراد تغيير الهندسة الحكومية على مستوى الحقائب، على مستوى يريد وزارات ذات أهمية كالتجهيز وكالصحة التي يراها شباط أوراق انتخابية رابحة. ولا أعتقد أن في هذا الخطاب يسير في الفلسفة الحكومية وفي العمل الحكومي. يريد كذلك أن ربما ينطلق الأمين العام الجديد من بعض السلوكات النقابية، ولا شك أن كل مكونات الآن الأغلبية سقطت في فخ هذه الصراعات الحزبية، لأننا حينما ننتخب ونشكل الحكومة ونقوم بتصريح مشترك متفق عليه، فالعمل يبقى عمل حكومي. شكرا. عمل سواء ولا عكس عملا. أشكرك جزيل الشكر عبد المالك حزرين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المولى إسماعيل، كنت معنا من مكناس.